كما ينضم إلينا سعادة النائب عمار البناي عضو مجلس النواب للحديث عن هذا الموضوع. سعادة النائب بعد التحية، طبعا توجيهات جلالة الملك بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة تأكيد للنهج الإنساني والحضاري لجلالته، كيف يمثل تطبيق هذا القانون نقلة حضارية وقانونية في مملكة البحرين؟ طبعا لو نتحدث عن هذا القانون ونتحدث بما كرسه مولاي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تماما من اليوم الأول على توليه مقاليد الحكم على حياة وحرية المواطن البحريني، فقد أولى جل اهتمامه للارتقاء بمستوى حقوق المواطن البحريني، وأكد عليه ما جاء في ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لجلالة حفظه الله ورعاه ليثبت بذلك ويرسخ هذه المبادئ. أما نتحدث عن توجيهات سيدي جلالة الملك بالتوسع في العقوبات البديلة اللي هي أتت تعزيز لمبادرات احترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال الاستمرار في تنفيذ كل العقوبات البديلة اللي هي رايح تمثل فرصة ذهبية للمحكومين من أجل العودة إلى الطريق الصحيح والانخراط في المجتمع البحريني، وهذه اللي نسعى له من خلال هذه التوجيهات السديدة، حيث يعني يبين للعالم كله أن مملكة البحرين هي من أوائل الدول العربية اللي شرعت بتنفيذ هذا القانون وهو قانون العقوبات البديلة، والرقم الكبير 1793 في خلال فترة بسيطة من الاستفادة من استبدال العقوبة السالبة للحرية. هذا اللي نتحدث عنه، هو الهدف الأساسي لهذه العقوبات هو ضمان عودة المحكوم عليهم إلى المجتمع من دون أي أثر سيء، بل الهدف الأسمى هو الإصلاح، وهي القاعدة الأهم، وهي مبادئ العدالة اللي يقوم عليها يعني المواءمة والملائمة المناسبة للعقوبة، وهذه ما يعكس النظرة البعيدة اللي يتمتع فيها جلالة حفظه الله ورعاه ورعايته الدائمة لأبناء شعبه. وما يميزنا أيضا احنا في مملكة البحرين بأن العقوبات البديلة لا تقتصر فقط على المواطنين البحرينيين، وأيضا على الوافدين والأجانب المقيمين في مملكة البحرين، وهذا ما يبين للعالم أجمع مدى وصولنا إلى المرتبة الأسمى من التعامل لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وهو ما نتحدث عن هذا القانون والعقوبات البديلة اللي تهدف إلى الإصلاح، إلى التهذيب، إلى سرعة عودة المحكوم عليهم إلى الحياة الطبيعية. نعم. يعني نتحدث عن هذه التشريعات الوطنية اللي بقيادة سيدي صاحب الجلالة. نعم. لكل احترام الحقوق والحريات اللي تأتي من خلفية جدا مهمة نقف عندها، بأن هي مملكة البحرين مهد لكل حضارة، وحضارتنا طويلة تمتد عبر كل التاريخ اللي يتسم شعبها يعني بالألفة والمحبة، إلى التأكيد الدائم على ضرورة ترسيخ وتعزيز قيم التسامح والاحترام واحترام كرامة الإنسان. نعم، سعادة النائب عمار البناي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.